السلام عليكم أعزائي المتابعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم. شخباركم شعلوبكم إن شاء الله طيبين، وياكم سيد علوي. هذه في الحلقة الثانية من برنامج دلع كرشك، وكعادتنا قبل ما نبدي الحلقة نبي تفاعل قوي قوي جدا 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 في التعليقات. وإذا وصلت ياي لهذا الحد أمبيك توقف الحلقة، تنزل تضرب لايك وشير وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات حق يوصلك كل جديد من قناتنا، بالإضافة إلى لا تنسى تضيفنا على حساب الإنستغرام. ويلا بينا. ويا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المتابعين مرة ثانية. ضربتون لايك وشير وسبسكرايب. وجبتنا اليوم وجبة استثنائية، الشعب البحريني متعلق بها من زمن الطيبين وانت نازل. فكانت في البداية بدائية، كانت في الكافيتيريا تقدم، بعدين جت في البداية الألفية وبدت تقدم فيها في بعض الأفكار، ولما وصلنا من بعد 2010 ابتدأت فيها أفكار وإبداع، بالإضافة إلى دخول المطابخ الأجنبية مثل المطابخ الأمريكية والأوروبية، فصارت عندنا ساحة كبيرة جدا في المنافسة من حيث الطعم والشكل وجميع الأمور المتعلقة فيها. طبعا اتوقع الحين انكم عرفتون وش الوجبه اللي احنا رايحين نختارها اليوم. وجبتنا اليوم راح تكون الكلاسيك برجر، برجر عاديه اللي هي شطيره البرجر، فوقها الجبن الخس والطماطه، واذا في صوص معين المطعم يحطه، وكان الله غفورا رحيما. تقييمنا اليوم على هذه البرجر بالنسبه لي، راح نختار مطعمين برجر، اذا ما ابدع في هذه الوجبه اللي هي الكلاسيك برجر فليسمح لي، يعني مالي بالشغلة نهائيا. طبعا اختيارنا اليوم للمطاعم راح يكون المطعم الاول مطعم تشيزي برجر، اما الاختيار اللي وقع على المطعم الثاني فهو مطعم برينس برجر. يلا نتصل ونطلب الاوردر ونشوف وياكم التقييم. قاعدين نحاول نتصل بلاين بيزي. خلونا نتصل بالمطعم الثاني ونرجع إليه مرة ثانية. الحين طبعاً قاعدين نتصل بتشيزي برجر وراح نشوف وياكم. تشيزي برجر بداية. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. يا هلا عزيزي، حبيت أطلب أوردر. برا بداية بتجي. ما عندكم توصيل؟ مع الأسف زحمة عندنا ما أقدر أطلع توصيل. ما في توصيل ها؟ طبعاً شفتون ويانا إن اتصلنا بتشيزي برجر. وخبرنا حاليا انه ما عنده توصيل، فاضطرينا الحين ان نختار مطعم ثاني، واخترنا مطعم يونس برجر. يلا بينا خلنا نطلب من عنده. شكرا. عندهم بداله. ثانك يو فور كولينج يونس برجر. الو. الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا. يا هلا عزيزي، حبيت بس اطلب اوردر. أمر شيف. بغيت واحد كلاسيك برجر. واحد كلاسيك برجر. إيه. وجبة كاملة بس سندويشة. والحين راح نطلب من مطعم برنس برجر. الحين مشغول. يعني نحاول نتصل به ومشغول مرة ثانية. شوفوا هذا أحد عيوب المطعم، إنه ما عنده بدالة وقاعدين نحاول نتصل به. فقاعد يطلع لنا بيزي. لاحظوا عدد الاتصالات 44 اتصال، قاعدين نحاول نتصل به قاعد يطلع لنا بيزي. لقحت. شكلها كوبرن والله اعلم. طلب انا في كلاسيك برجر. كم ياخذ اوردر؟ تيم. بسرعه يجي ان شاء الله. اوكي. بسرعه يجي. كل السلام. الناس ما شفتون قال انه بسرعه بيجي وراح نشوف. الحين الساعه 10:10 ننتظر. وجينا وياكم لفقره الانستغرام. خلونا الحين ندخل انستغرام مطعم مطعم ونشوفه ونشوف تناسقه والمنيو موجوده ولا وكل التفاصيل. يلا بينا. ندخل الحين وراح نبحث عن مطعم
يونس برجر، او خلنا نبحث عنه بالعربي. يونس برجر اذا تبحث عنه بالعربي ما راح تشوفه، فتضطر انك تبحث عنه باللغة الانجليزية عشان يكون واضح لك نفس ما قاعدين تشوفونه. خلنا ندخل على الحساب وناخذ جولة سريعة في البداية، تناسق الألوان وما إلى ذلك. اللي أشوف أنه في كذا فيديو الحساب، خلني أشوف إذا المنيو، المنيو موجود عنده بالأسعار، وهذا شيء طيب نفس ما قاعدين تشوفون. خلنا نفتح واحد من الفيديوهات. بدون صوت طبعا الفيديو، بس لسحوبات، يعني الفيديوهات الموجودة كانت لسحوبات. هذا فيديو ثاني، توثيق لعيد ميلاد. عموما كنظرة سريعة على الحساب، الحساب يحتاج تعديل وترتيب بشكل كبير، تناسق الألوان ما في، الصور الحقيقية إلى البرجر أو إلى السندويتش مو موجودة نفس ما قاعدين تشوفوني ياي، يعني في تغطيات إلى الكستمر اللي قاعدين يجونهم المطعم، ولكن بشكل عام الحساب يحتاج تعديل واهتمام أكبر بكثير وبمراحل. يعني نتمنى هالرسالة توصل حق مطعم يونس برجر ويطورون من مطعمه. خلونا الحين نبحث عن برنس برجر باللغة العربية، وكما تشوفون ندايرك طلع لنا المطعم، ندخل عليه ناخذ جولة عليه، نشوف انه في كذا فيديو، اسعار، وفي زيارات الى الكستمر يصورها، يصور المحل ومرافقاته، ونشوف هل موجود عنده المنيو، نيو ميل، فود منيو، موجود عنده فود منيو ولكن بعيد واجد، والاسعار ما تبين، اسماء الوجبات ما تبين، فهذه سلبية كبيرة على المطعم في حساب الانستغرام. ايضا اذا نجي حق حساب الانستغرام، حسب ما تشوفوني ياي تشوفون شعار اللوجو الوانه مختلفة عن ألوان الحساب، فالحساب يحتاج تناسق كبير، فالحساب يحتاج إدارة وتنسيق في الألوان، ويكون يعني متناسق هي ألوان الشعار مالهم. فإحنا قاعدين نشوف اللون الأزرق هني، هناك عندهم في الشعار أحمر وأسود وأصفر أو برتقالي وأخضر، فالألوان مالها دخل ببعض في الحساب نفسه. فعندنا نقطة المنيو ونقطة التناسق الحساب. خلنا نفتح واحد من الفيديوهات، موجود صوت وقاعد يراوينا شلون قاعدين يقلون البرجر، فهذا يعني صورة حقيقية إلى البرجر نفسه. يحتاجون صور حقيقية أكثر حق البرجر في المنيو نفسه أو في عرضه في حساب الانستغرام. فعدنا بالمختصر دشينا الحسابين، يحتاجون اثنينهم شغل كبير، إدارة حساب، تنسيق في الألوان، زيادة المحتوى، زائدا زيادة الصور الحية للسندويتش نفسه، للبرجر نفسه. يعني فرسالة مهمة انها توصل الى ادارة المطعمين بالاهتمام بحساب الانستغرام. طبعا المطعمين اثنينهم وانا داخل انه ما حسيت انه اذا دخلت الحساب وانا قاعد اطالع الصور ان هذا المطعم هو اللي راح يشبعني، او ان وجبته هي اللي راح تكون واو. حسابين عاديين يحتاجون الى التطوير. وين هذا؟ ما شاء الله. اذا تشوفون الساعة خبرنا هو في الاوردر انه راح ياخذ من 40 ل 45 دقيقة او ل 50 دقيقة. الحين ما شاء الله 20 دقيقة وصل الاوردر. تحية كبيرة ونرفع عليه القبعة. طبعا نفس ما تشوفون باكيجينج مال الاوردر، كيس واحد والرصيد فوقه ومسكر مضروب ستيكر انه عشان انه مو مفتوح. الاوردر يعني من برا قاعد تلمس السندويشه فيها سخونه خفيفه يعني. وخلنا نشوف محتويات الكيس شنو. المحتويات
البرجر كلينس واحد وبس، ما في اي كاتشب اي واي شيء ثاني، مايونيز ولا شيء. فهذه نقطه سلبيه على المطعم تؤخذ. الحين ننتظر ياكم اوردر المطعم الثاني وراح نشوف شنو موجود وياه. طبعا نفس ما قلنا لكم يا شباب، اللايكات اللايكات نبويها تردح، كل ثقه فيكم. واخيرا وبعد طول انتظار تقريبا 50 دقيقة او اكثر بشوي على ما وصلتنا سندويشة واحدة، مع ان الموقع قريب جدا فواجد تأخروا. خلونا نفتح الباكجينج نفس ما تشوفون بدون الرصيد ومسكر التشيز. خلنا نفتحها الحين ونشوف شنو محتويات التشيز. طبعا في كلينس بالاضافة الى وجبة البرجر وهي صاخنة، بعد على هالتأخير ما اجيبها صاخنة مشكلة، بالاضافة الى واحد كاتشب. بس هذا محتوى التشيز. عامل التوصيل في يونس برجر كان لابس الكمام وكل شيء متخذ الاجراءات، اما بالنسبة الى برنس برجر فما كان لابس كمام. خلونا الحين نبدأ نستعرض البرجر ونشوف اياه ونرجع وياكم مع افضل فقرة، التذوق والتقييم. خلنا الحين اول شيء نستعرض الباكجينج مال البرجر. نفس ما تشوفون هذا يونس برجر، الباكجينج مالهم باسمهم والتغليف تمام ومناسب. بالنسبة الى برنس برجر مو بالاسم، يعني لا موجود بالاسم، التغليف ممتاز. وبيف برجر يعني محددين لك ان هذه برجر لحم موجودة، وتبين صراحة ان هذه حرفية امثل من مالت يونس برجر، برنس امثل من يونس. فخلنا الحين اول شيء نبدي مع يونس برجر ونفتح السندويشة. بسم الله الرحمن الرحيم، نستعرضها وياكم. نفس ما تشوفون البرجر الصوص كثير والجبن دايب والسندويشة صاخنة. إذا نفتحها ونشوف ان الخس يكون مقطع في السندويشة بالاضافة الى الصوص كما هو مبين تحت مع الطماطم. الحين نجي الى برنس برجر ونفتح الورقة مالتهم، وكما نشوف ان للامانة يعني من النظرة الاولى برنس برجر تشجع للاكل اكثر، هذه تحسها مرعوصه في توست او شيء كذي. هذه الخبزه تشوفها لينه وتمام يعني. فاذا نفتحها نشوف البرجر اللحم الجبن دايب معاها بالاضافه الى الخس المقطع بدون طماطه وبدون مخلل. راح ابدا بما اني انا متشجع لهذه، راح ابدا بيونس برجر. خلنا نضيفها. اللحمة خشنة شوي، فيها خشونة خفيف وفيها سماكة، فيها طعم الماسترد صوص مبين في السندويشة. الجبن نفس ما تشوفونه ويا الصوص سايح، ونفس ما تشوفون الجبن دايب في السندويشة، وهذا عاطي جمالية ونكهة ويا الصوص. خلونا الحين ننتقل الى برنس برجر ونقيم اياه. نفس ما تشوفون السندويشة هي خفيفة، اللي هي الخبزة خفيفة، البرجر خفيفة ايضا، ووجود الجبنة بس مذاق الجبنة يعني مو مبين مو طاغي. انا بالنسبة لي حبيت مالت يونس برجر اكثر لحد دحين، بس للامانة ثنتينهم جبارين وتمام ويستحقون التجربة، ولكن برجرة يونس برجر للأمانة لا يعلى عليها، قوية، الصوص قوي والميكس مالها هي الجبن رهيب. وبعد ما قضينا على السندويش كامل رجعنا لكم ويا أهم فقرة، التقييم النهائي لهذه التجربة كامل للمطعمين ألف يونس برجر وباء برنس برجر. النقطة الأولى وهي تجربة المستخدم، سهولة الطلب والإنستغرام
طبعا تجربة المستخدم راح تكون من 5 درجات، شاملة الانستغرام، سهولة الطلب وطرق الدفع. المطعمين اثنينهم يقدمون سهولة الدفع بنفت وكاش، سهولة الطلب بالأوردر بالتلفون. اليونس برجر كان بحريني فسهولة الطلب أكثر، أما بالنسبة إلى برنس برجر كان أجنبي ولكن يفهم اللغة العربية وتكلم وياه يعني عربي. اللي بينقص منهم اثنينهم صراحة على حساب الانستغرام، اثنينهم راح ينقص منهم. يونس برجر راح ياخذ ايانا 3 من 5، اما بالنسبة الى برنس برجر راح ياخذ ايانا 2.5. ونجي وياكم للنقطة الثانية وهي التوصيل، معاملة الهندي وجميع الاشياء. بالنسبة الي وكما شفتون يونس برجر كان جدا 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 سريع في توصيل الاوردر، اما بالنسبة الى برنس برجر فهو تأخر واجد فوق اللازم، تقريبا فوق 50 دقيقة. فيونس برجر راح ياخذ ويانا في هذه النقطة، في نقطة التوصيل راح ياخذ ويانا 4 من 5، اما بالنسبة الى برنس برجر راح ياخذ ويانا 3 من 5. اما بخصوص ثالث نقطة في التقييم وهي الخدمة اللي هي تشمل الباكيجينج مال الاوردر ومحتويات الاوردر. نفس ما شفنا فتحت طلب يونس برجر كانت فقط السندويتش والكلينس، وهذا راح يأثر عليهم واجد. أما بخصوص برنس برجر فكانوا يا زيادة عن يونس برجر كتشب واحد. يونس برجر راح ياخذ ويانا 5 من 10، برنس برجر راح ياخذ ويانا 6 من 10. وأهم نقطة في التقييم كامل الطعم والتجربة والمذاق والمزيج اللي في الصوص والجبن والبرجر والسندويتش والروتي نفسه. كشكل البرجر انا بالنسبه لي يعني ملت الى برنس برجر، ولكن المظاهر خداعه، خلي بالك يونس برجر لا يعلى عليها كطعم، كالصوص الموجود فيها، ذوبان الجبن ويا الصوص ويا البرجر كان طعم خرافي من الاخر. التقييم من 30 يونس برجر راح ياخذ 25، اما بالنسبه الى برنس برجر راح ياخذ 22 نقطة. وصلنا وياكم أعزائي المتابعين إلى نهاية الحلقة الثانية من برنامج دلع كرشك. سؤال حلقتنا اليوم يقول: هل أنت جربت المطعمين يونس وبرنس؟ وهل جربت نفس هذه السندويتشة؟ خبرنا في التعليقات، بالإضافة اكتب لنا شنو أفضل وجبة عند هذا المطعمين. لا عبالكم بخليكم تروحون، قبل ما تمشي أمبيك تسوي لايك على الفيديو وشير وسبسكرايب، والنقطة الأهم تنشر هذا الفيديو في الواتساب، في تويتر، في كل وسائل التواصل الاجتماعي. نبي نشر قوي ونعول عليكم. ويا شباب كل حين اقول لكم اعول عليكم، لحلحوا هيانا، سووا سبسكرايب، ادعموا القناة عشان نستمر ونواصل اياكم. المدير العود هني ابو حوراء. كلها وبدونكم احنا ما ننجح. وبدونكم احنا ما ننجح، ويبي 10,000 سبسكرايب. تقدرون لو ما تقدرون انا اقول تقدرون، في امان الله. يلا خلاص يقول اسمع الحوار حطها، لا لا حطها 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 هذه. والحين راح نتصل بمطعم واسمه والله العظيم فيلر برجر رن. واخيرا الو الو برنس برجر. السلام عليك. السلام عليكم. السلام ورحمة. يونس برجر هذا؟ اي نعم. اه بالغلط طول هالوقعة متصل ليونس. هي الليلة منيلة ب60 نيلة. لايكات لايكات نبويها تردح، كل ثقة فيكم. زمط يا بوي زمط. الروتية نفسها لا تطالع